بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8944. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه فرصة طيبة أن نلتقي معا في هذا المكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا على طاعة وخير، وأن يجعل تفرقنا بعده على مغفرة وبر، ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما من الأجر. موضوعنا في هذه الليلة كما تعلمون الحلقة الثانية من شكاوي أو شكاوى وحلول، أو مشكلات وحلول، وسنتطرق في هذه الليلة إن شاء الله إلى بعض المشكلات أو الشكاوي التي اشتكى منها ويشتكي منها بعض الإخوة، ولعلنا نوجد إجابة مقنعة ووافية إن شاء الله على هذه المشكلات والتساؤلات. وأيضا يوجد لدينا بعض الأسئلة المتراكمة من المحاضرات الماضية، نريد قراءة الإجابة عليها. يقول هذا الأخ: إن في نيتي البداية في الإقبال على الكتب الإسلامية بالذات، فكيف أبدأ خاصة وأنني أرغب تأسيس نفسي تأسيسا متنوعا، أي في علوم الإسلام مثل التفسير والحديث والفقه والسير، فبماذا تنصحون؟ الجواب: كثرت الكتب الإسلامية في الساحة، وصرت تدخل معارض الكتاب فتحتار ماذا تشتري، ومن كثرة الكتب يصاب بعض الناس بهيبة في القراءة فلا يقرؤون، أو أنهم يتهيبون من هذه الكثرة فيقعون في حيرة واضطراب. والحقيقة أيها الإخوة أن الإنسان لا بد أن يسأل مجربا قد قرأ في هذه الكتب. وأكبر المجربين هم علماء الإسلام الذين بيّنوا فوائد بعض الكتب وشرحوا مزاياها، وكذلك يعرف جودة الكتاب أولا من ثناء العلماء عليه، ثانيا من استفاضة خبره بين المخلصين أنه كتاب جيد، وعموم النفع به، وانطلاق ألسنة المخلصين بالثناء عليه وعلى محتواه، أو من شهرة مؤلفه بالخير والوعي والعمق في معالجة المشكلات. ومن تجربة الإنسان الشخصية أيضا، فإنه يقرأ ثم يتبين له الغث من السمين والرطب من اليابس. وهذه مجموعة من الكتب المقترحة في كل فن من الفنون، ليجمعها طالب العلم ويقرأ بها على فترات بحسب نشاطه وإقباله. ففي التفسير مثلا يقرأ المبتدئ كتاب زبدة التفسير من فتح القدير، الكتاب الأصلي للشوكاني والاختصار للأشقر، وهذا كتاب مختصر جدا، مجلد واحد يجمع الكلمة إلى معناها مع شيء بسيط في أسباب النزول وفوائد أخرى. فإذا أراد أن يتوسع أكثر فإنه يقرأ مثلا في كتاب في تفسير العلامة الجليل عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله،
فإنه كتاب وافي واسع، ولكنه ليس فيه الأسانيد التي يمل منها بعض الناس، وإنما الكلام متصل في شرح الآيات بأسلوب مبسط. وإذا أراد أعلى من ذلك فإنه يقرأ في تفسير العلامة ابن كثير رحمه الله، وهو قد يكون أجل مصنف في التفسير، ولاقى قبولا في هذه الأمة من المتقدمين والمتأخرين من بعد كتابته، وهو تفسير سلفي يمتاز بشرح آيات الكتاب العزيز وفقا لمنهج أهل السنة والجماعة، وهو تفسير أثري يمتاز بإيراد الأحاديث والآثار عند تفسير الآية. وأظن بأنه أجود من كل المختصرات التي اختصرته، ولذلك إذا وجد الإنسان طاقة في قراءته فلا يعدل إلى غيره، مع استصحاب كتاب سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن، وهو كتاب مهم في بيان التصورات الإسلامية المأخوذة من الآيات، مع عرض لبعض المشكلات العصرية على ضوء القرآن الكريم. وكون وجود بعض الملاحظات فيه لا يحط أبدا من شأنه العظيم، ولا يستغني عنه أبدا مسلم يعيش في هذا العصر بالذات. وفي الحديث لا بد أن يقرأ المبتدئ في كتب الأذكار التي جمعت الأحاديث التي تتكلم عن وظائف اليوم والليلة، مثل كتاب صحيح الكلم الطيب، ويحفظ هذه الأحاديث الموجودة في هذه الأبواب، أو كتاب عمل المسلم في اليوم والليلة بشكل أوسع، وكذلك كتاب صحيح الترغيب والترهيب، وكتاب رياض الصالحين، فإنه كتاب عظيم. والناس عندهم مشكلة، وهي أنهم ينظرون بعين النقص إلى بعض الكتب لأنها منتشرة جدا، مع أن الكتاب مهم ولو أنه منتشر جدا، بل إن انتشاره الكبير في كثير من الأحيان يدل على جودته، وإقبال الناس عليه يدل على شيء مما وضع الله لمصنفه من القبول في الأرض. وهذا كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. ولو تيسر أن يقرأ طالب العلم مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله، ومختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، مع شرح مبسط على الأقل للكلمات الصعبة، فإنه يكون قد مر على طائفة ضخمة من الأحاديث، ويستفيد فائدة كبيرة من القراءة في هذه الكتب. وإذا احتاج لمعرفة صحة الأحاديث من ضعفها، فإن العلماء قد صنفوا في بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة مصنفات كثيرة، وكذلك صنف العلامة الألباني حفظه الله تعالى مجموعة هامة جدا من الكتب في هذا الباب، منها كتاب السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وإرواء الغليل وصحيح الجامع وضعيف الجامع الصغير وصحاح السنن الأربعة التي عزلها. وهذا لا يعني أن طالب العلم لا يقرأ في الكتب الأصلية كالكتب الستة، ولكن عند الحاجة لمعرفة صحة الحديث، وكثير من طلبة العلم ليست لديه المقدرة على أن يميز بنفسه في الأسانيد ويحكم بنفسه، فلا بد أن يلجأ لمثل هذه الكتب. وبالنسبة للكتب في مجال العقيدة، فهناك كتب مبسطة مثل شرح لمحة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وأعلام السنة المنشورة
للحكم رحمه الله تعالى، وهو كتاب نفيس وقد صدر في طبعة محققة، وشرح العقيدة الواسطية بهوامش للشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن سعدي وغيرهم، وشرحها كذلك للشيخ الفوزان حفظه الله، فإن أراد، وكتاب فتح المجيد وهو كتاب مهم جدا في العقيدة، فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وسلسلة عمر الأشقر حفظه الله في العقيدة، وهي سلسلة موسعة ومبسطة في نفس الوقت وهي مهمة جدا. ويقرأ طالب العلم القواعد المثلى في الأسماء والصفات للشيخ بن عثيمين، وشرح العقيدة الطحاوية، وكتاب معاج القبول الحكمي، والمنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى. هذه بعض الكتب المتعلقة بالعقيدة. وفي الفقه فإن كتابا مثل الروضة الندية للعلامة صديق حسن خان، وسبل السلام للعلامة الصنعاني، ونيل الأوطار للعلامة الشوكاني، وزاد المعاد لابن القيم رحمه الله، والجمع بين منار السبيل لابن ضويان وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، هو أيضا خطوة جيدة وموفقة إن شاء الله في دراسة الفقه، بالإضافة لكتاب فقه السنة مع تمام المنة في التعليق عليه. وإذا أراد التوسع فيلجأ لمثل كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله والمجموع شرح المهذب. ولابن قدامة رحمه الله سلسلة مهمة مثل كتاب العدة والكافي ثم المغني. وفي مجال الأخلاق وتزكية النفس فإن القراءة في مثل كتاب تهذيب موعظة المؤمنين والجواب الكافي لابن القيم رحمه الله والفوائد له أيضا وتهذيب مدارج السالكين من الأمور النافعة. وفي أصول التفسير رسالة مبسطة للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، ورسالة في أصول التفسير لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وفي علوم القرآن لو أخذ فضائل القرآن لمحمد موسى نصر، والصحيح المسند للوادعي، وعلوم القرآن للصباغ والقطان والزرقاني ثلاثة كتب، والتفسير والمفسرون للذهبي، ومنهج المدرسة العقلية للرومي واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر له أيضا، فإنه يكون قد ألم بطائفة جيدة من علوم القرآن. وهناك كتب موسعة مثل كتاب البرهان للزركشي رحمه الله. وفي علوم الحديث والمصطلح لو قرأ نخبة الفكر مع شروحها والسنة ومكانتها في التشريع للسباحي رحمه الله وقواعد التحديث للقاسمي، فإنه أيضا يكون قد أخذ بطائفة جيدة من المصطلح. وفي أصول الفقه لو قرأ في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، والواضح في أصول الفقه للأشقر، والبدعة للهلالي من الكتب المبسطة، ولو أراد التوسع بعد ذلك فيقرأ في مثل كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، وروضة الناظر لابن قدامة رحمه الله. وفي السير والتراجم، وهي مسألة مهمة وعنوان مهم جدا، ليربط المسلم ماضيه بحاضره، فإنه لو قرأ في السيرة النبوية لابن كثير وهي جزء من البداية والنهاية طبعا، والرحيق المختوم للمبارك فوري مجلد واحد سهل الأسلوب، والعواصم من القواصم، وسير أعلام النبلاء، ومختصر الشمائل المحمدية للترمذي اختصار، أو الشمائل المحمدية للترمذي باختصار العلامة الألباني، فإنه يكون أيضا قد أخذ بطائفة حسنة من السير والتراجم. وأما الفكر الإسلامي فإن فيه كتب كثيرة جدا، أذكر على سبيل المثال للحصر منهج التربية الإسلامية للأستاذ محمد قطب، ومعالم في الطريق لأخيه سيد قطب، وهذا الدين له أيضا، وواقعنا المعاصر لمحمد قطب، ومفاهيم ينبغي أن تصحح له أيضا، والشريعة الإسلامية للقوانين الجاهلية لعمر الأشقر، وجاء دور المجوس الجزء الأول والثاني، ورؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي، والعلمانية للشيخ سفر الحوالي، والجهاد للشيخ علي بن نفيع العلياني،
وكتاب الاستشراق والمستشرقون للسباعي والولاء والبراء لمحمد بن سعيد القحطاني والأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون لمروان كجك وعودة الحجاب بأجزائه لمحمد للمقدم والقومية العربية لصالح العبود وصفوة المفاهيم لعلي بن صالح الهزاع ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ودراسة في السيرة لمحمد بن سرور بن نايف زين العابدين والصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية وماذا خسر العالم من حطاط المسلمين للندوي وكذلك مجلة البيان بما تحويه من الأبحاث الفكرية الهامة. هذه بعض المراجع أو هذه بعض الكتب المهمة في مجال الفكر. هذه طائفة من الكتب وغيرها كثير ضربناها للمثال لكي يكون الداخل للمكتبة الإسلامية لديه شيء من الإلمام بما يحسن أن يقتنيه من الكتب ليقرأ فيها. هذه كتب. أما الكتيبات فهي كثيرة جدا، ولكن اقترحنا بعض الأسماء لنواة مكتبة إسلامية مصغرة ينبغي أن تكون في البيت تحتوي على مراجع في العلوم الإسلامية المختلفة. وبنهاية هذه الفقرة نأتي إلى بعض الأسئلة، وأقول قبل أن أنقل إجاباتها أنه ينبغي أيها الإخوة أن يحرص طالب العلم قدر الإمكان على العثور على إجابات العلماء السابقين في الأسئلة المختلفة، وينبغي أن يطلب الأعلم ليأخذ عنه الجواب، ولكن في بعض الأحيان يتعسر على الشخص أن يجد الإجابة من عالم من العلماء المتقدمين لأسباب، منها عدم وجود فتاويهم مفهرسة كما توجد في بعض فتاوي المتأخرين، وكذلك وإنما هي داخلة في الكتب الكبيرة بحيث أنه يصعب أن يبحث الإنسان عنها، ولكن لا بد أن يحاول. وثانيا قد يكون السؤال عصريا بمعنى أن القضية حدثت الآن في هذا العصر، فيضطر الإنسان لسؤال العلماء الموجودين في هذا الزمان ليحصل على الإجابة، لأنه لو بحث في إجابات المتقدمين قد لا يجد، ولو وجد شيئا مشابها ربما يصعب عليه أن يقيس هو هذه الحادثة الجديدة على تلك السابقة لقصوره في العلم. وضيق الوقت عامل آخر يدفع الإنسان في كثير من الأحيان للسؤال المباشر عن طريق الهاتف مثلا إذا لم يجد الوقت المتسع للبحث في الكتب الأمهات والمراجع المتقدمة. سئل الإمام أحمد رحمه الله، هذا السؤال ورد من بعض الإخوان، عن حكم تخليل اللحية، وإذا نسي الإنسان أن يخلل لحيته فماذا يفعل، فهل يعيد الصلاة أم لا؟ أما بالنسبة لتخليل اللحية فذكر أهل العلم وفصل ابن قدامة رحمه الله في المغني في المسألة في نقطتين أساسيتين، بعد أن نعلم الدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كفا من ماء فيدلك به فيجعله تحت الحنك فيدلك به لحيته ويخلل لحيته بالماء، يأخذ كفا من ماء فيجعله في أسفل الحنك ويدخله في شعر اللحية. وذكر أهل العلم أن الإنسان إذا كان ذا لحية كثيفة فإن التخليل في حقه يكون مستحبا، وإذا كان ذا لحية خفيفة بحيث يرى جلده من وراء الشعر فإنه يجب عليه أن يوصل الماء إلى هذا الجلد. وجوابا على السؤال الذي طرح سئل قال صالح رحمه الله سألت أبي أو سئل أبي يعني الإمام أحمد عن رجل نسي أن يخلل لحيته ثم صلى هل يعيد الصلاة؟ رجل نسي أن يخلل لحيته ثم صلى هل يعيد الصلاة؟ فقال لا يعيد. ف
فصلاته إذن صحيحة كما أفتى الإمام أحمد رحمه الله. وسئل رحمه الله عن رجل الإمام أحمد قد بلي بنتف لحيته وليس يصبر عنها. هذا سؤال وجهه بعض الإخوان، قال أحيانا أنسى وأنتف من اللحية وأنا أفكر أو أكون ساهم ببصري، فما هو الحكم؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله إن صبر عن ذلك فهو أحب إليه، يعني هو ينبغي عليه أن لا يقرب لحيته، لقوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. ولكن قد يغفل الإنسان أحيانا ويسهى أو يسهو فينتف من لحيته شعيرات، فينبغي أن يتنبه لنفسه وأن يقلع عن هذا العمل. وورد أيضا سؤال من بعض الإخوان يقول دخلت في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة فماذا أفعل؟ دخلت في التكبيرة الثالثة فماذا أفعل؟ قال صالح رحمه الله سألته يعني سألت أبي عن الرجل يفوته التكبير على الجنازة أيقضيه؟ قال نعم. فأفتى الإمام أحمد رحمه الله بأن من دخل في صلاة الجنازة وفاتته تكبيرات فإنه يدخل مع الإمام فيكبر التكبيرة الأولى فيقرأ الحمد، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقرأ الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر التكبيرة الثالثة فيدعو للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة فيسكت هنيهة كما بين الإمام أحمد رحمه الله ثم يسلم. فإذا المتأخر عن صلاة الجنازة يقضي التكبيرات. وهذا سؤال أيضا ذكره بعض الإخوان، قال نكون في بعض المساجد في صلاة الجمعة فلا نسمع صوت الإمام في الصلاة القراءة في صلاة الجمعة، إما لانقطاع المكبر الصوت أو بعد الصوت أو تداخل الأصوات أحيانا أو عدم وضوح الصوت خارج المسجد لشيء في المكبرات، فنحن لا نسمع قراءة الإمام في صلاة الجمعة، فماذا نفعل؟ وقد وجدت أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الرجل يكون خلف الإمام يوم الجمعة ولا يستمع قراءة الإمام فماذا يفعل؟ فقال إن شاء قرأ، إذا شاء هو المصلي يقرأ، هو ما دام أنه لا يسمع قراءة الإمام فهو يقرأ. مثل أحيانا يكون الإنسان في صلاة التراويح في الحرم فتتداخل الأصوات أو يكون الصوت ضعيف جدا فلا يسمع ماذا يقرأ الإمام، فلو أنه سكت ربما كان عرضة للوساوس أو انشغال الذهن وانصرافه عن الصلاة، فلو قرأ في نفسه فلا حرج ولو أنه خلف الإمام ما دام لا يسمع قراءة الإمام. وهذه عدة أسئلة في الحقيقة عن العلاقات الزوجية وعن المشاكل الموجودة في الحياة الزوجية، وأكثر هذه الأسئلة من النساء، وهي عبارة عن شكاوي كثيرة جدا تحتاج إلى درس أو أكثر لإيضاح علاجها. وكنت قد تمهلت في الكلام عن هذا الموضوع ريثما تتجمع لدي الشواهد من الواقع، طبعا مع البحث في هديه صلى الله عليه وسلم في معاشرة أزواجه حتى أتطرق لهذا الموضوع، فاجتمع لدي قدر كاف لدرس أو أكثر في موضوع المعاشرة الزوجية أو الحياة الزوجية والمشكلات في الحياة الزوجية. ولكن ليس هذا موضع ذلك، ونظرا لمحدودية الوقت وضرورة الكلام عنه فإنني سأذكر هنا 25 سببا أو نصيحة للزوج ليحافظ على علاقة جيدة بزوجته، ثم
ثم نتكلم عن الموضوع بالتفصيل مع الأدلة في درس قادم إن شاء الله. والتركيز في هذه النصائح على الزوج، لأنك إذا أخذت المشاكل أو المشكلات فإنك ستجد أن أكثرها من الزوج، وهذا لا يعني أن الزوجة ليس منها مشاكل، بل كثير من الزوجات لديهن مشاكل ومتسببات في مشكلات كثيرة، ولكن أخصص هذا الكلام للرجال بهذه النصائح. أولا، احرص على توفير حاجيات البيت باستمرار، ولا مانع في الاعتراض على بعض الكماليات تعليما للزهد وتصدقا بقيمتها. ثانيا، اجعل لزوجتك وأولادك نصيبا من وقتك في الملاعبة والملاطفة والقصص الهادفة والنزهة البريئة. ثالثا، راعي شعور زوجتك وظروفها الصحية، وخصوصا عند معاشرتها في الفراش. رابعا، إياك وإذلال الزوجة وطلب الأشياء التافهة منها لمجرد إظهار سلطتك عليها وإرغامها على التنفيذ. طبعا كل نقطة من هذه هي عبارة عن مشكلات واقعية قد أتت إلي يوما من الأيام. خامسا، إذا ظلمت زوجتك وأسأت معاملتها لا تستغل الأحاديث في منعها من البوح لأحد، ولكن أطلب المسامحة. بعض الناس يضرب زوجته ويهينها ثم يقول ترى الأحاديث تنهى عن أن المرأة تفشي أخبارها اللي بين زوجها للناس، ترى ما في داعي تقولي لأهلك يمكن تأثمين، وهو مفروض أنه يطلب المسامحة. سادسا، تجنب إهانة زوجتك بحضرة أهلها أو أمام الآخرين عموما. سابعا، لا تشعر زوجتك مطلقا بعدم الثقة بها من خلال إخفاء جهاز الهاتف أو الإقفال عليه أو فصل الحرارة أو إزالة النقود من المنزل بالكلية مثلا، إلا طبعا إذا قام دافع شرعي لهذا العمل. ثامنا، إياك وأكل حقوق الزوجة المالية كإرغامها على بيع ذهبها أو مماطلتك في إرجاع ما اقترضته منها، ولا تجبرها على شراء أغراض البيت من مالها الخاص. ثامنا، احذر العقوبات السيئة كالضرب المستمر أو تمزيق أغراضها الشخصية كالدفاتر والكتب أو الثياب ونحوها. تاسعا، إياك والاستجابة لضغط الأهل مثل الوالدين في بعض الأسر بحملها على معصية كمصافحة أخيك أو الجلوس في جلسة مختلطة وإرغامها على كشف الوجه. عاشرا، لا تتكلم بما يحدث بينك وبين زوجتك من الأمور الخاصة أمام إخوانك ولو كانوا في غاية الاستقامة، ولو كنت تثق بهم جدا فلا يجوز نشر أسرار الاستمتاع، اللهم إلا في بعض الحالات الضرورية جدا كأن يأخذ الإنسان حكما شرعيا من عالم من العلماء، أو مشكلة لا يستطيع أن يحلها بنفسه فيضطر إلى أخذ آراء شخص ثقة فيها. الحادي عشر، لا يجوز الاستمتاع بالزوجة أمام الأولاد المميزين في الفراش، وكذلك احذر ممارسة بعض الأوضاع الشاذة المأخوذة من بعض الأفلام السيئة. الثاني عشر، لا بد أن تشعر أنك مكلف بمتابعة زوجتك في عبادتها كإيقاظها لصلاة الفجر وقراءاتها في كتب العلم وتنفيذها للأحكام الشرعية كإخراج زكاة الحلي. الثالث عشر، لا تكلف زوجتك رهقا بكثرة الولائم، خصوصا إذا صارت متعبة من الحمل أو المرض وتكلف شيئا ما بشراء الطعام الجاهز من السوق أحيانا. الرابع عشر،
مكنها من شراء الثياب لها في حدود المعقول، ولا تتذرع دائما بالإسراف إذا أرادت شراء شيء مهم، وخصوصا في لباسها في المناسبات غير المتكررة. 15، تجنب قدر الإمكان إظهار الاختلاف معها في تربية الأطفال أمام الأطفال أنفسهم، وتحمل خلافها لك في الرأي أمامهم، ثم تفاوض معها فيما بينك وبينها. 16، احرص على النظافة الشخصية خصوصا إذا أردتها بعد الرجوع من عملك مباشرة. 17، إياك ومعاقبة زوجتك بمنعها من بعض الطاعات كجلسات العلم مع أخواتها أو سماع الكتب والأشرطة، إلا طبعا إذا صار خروجها من البيت شيء غير محمود فلك منعها عند ذلك أو التخفيف. 18، تجنب ذكر شيء من أخطاء الماضي أمامها، أنت أخطائك أنت، خصوصا المحرمات التي يقع فيها بعض الأزواج في ماضيهم قبل الزواج، لا داعي لذكرها للزوجة. ولا تعيرها بأخطائها هي، أخطائها الماضية، إذا حسنت توبتها. يقول: أصوات النساء عالية، نرجو إخبارهم بخفضها. 19، تجنب إيذاء زوجتك بالألفاظ مثل: أنا أخذتك من الشارع، أنت لا تفهمين شيئا، أو أنت بقرة، أو أنت هندية، ونحو ذلك. هذا بعض الناس يقولونها، يقولها لزوجته. 20، انتبه لإشباع رغبتها وإعفافها في المعاشرة، وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: أحب لأخيك ما تحب لنفسك. 21، إياك وعدم العدل بين الأولاد، خصوصا زيادة أولاد إحدى الزوجتين على أولاد الزوجة الأخرى في الأعطيات أو الهبات، أو إدخال أولاد إحدى الزوجتين في مدارس خاصة وترك الأخرى أولاد الأخرى في المدارس العادية. 22، حاول ألا تعيب لباسها وطعامها قدر الإمكان، أثني على ما كان جيدا واسكت عن الباقي وهي ستفهم. 23، تجنب انتقاد أهلها أمامها فإنه غالبا يثيرها عليك. 24، إذا دعيت إلى وليمة خارج البيت فتأكد أن في البيت طعاما يكفيهم. 25، إذا أوصلت أهلك لزيارة أناس وذهبت إلى شغل لك فلا تتركهم في بيت الناس إلى ساعة متأخرة من الليل فتحرج أهلك وتضايق الناس. هذه 25 نصيحة لطرد المنغصات أو بعض المنغصات في الحياة الزوجية. ونعود الآن إلى الأسئلة. هذا سؤال يقول: امرأة انقطعت عنها العادة لمدة 1 سنة و3 أشهر، ثم جاءها في شهر دم متصل، فماذا تفعل؟ أجاب الشيخ عبد العزيز مازح حفظه الله على هذه المسألة بقوله: تجلس عادتها والباقي دم استحاضة. فمثلا لو أن هذه المرأة كانت تحيض 10 أيام في الشهر مثلا، ثم انقطعت عنها العادة هذه الفترة الطويلة جدا، ثم جاءتها العادة أو جاءها الدم شهر متصل، فماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ها؟ تجلس 10 أيام لا تصلي ثم تغتسل والباقي استحاضة. ما هي أكثر مدة للحيض؟ في بعض أقوال أهل العلم 15 يوما، لحديث: تمكث إحداكن نصف دهرها لا تصلي. هذه امرأة تسأل وتقول: عندها أيتام قُصّر ولها راتب من تقاعد، عندها أيتام ولها راتب تقاعد لزوجها، يأتيها هي ويأتي للأولاد من راتب التقاعد، فهي تسأل وتقول: هل يجوز أن آخذ من مال التقاعد الذي هو للأيتام
وأتصدق عن أبيهم، أتصدق لهم عن أبيهم، يجوز ولا ما يجوز؟ آخذ من مال التقاعد المخصص للأيتام وأتصدق لأبيهم بالنيابة عنهم، فهل يجوز؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز حفظه الله لما سألته قال لا، لا يجوز الصدقة فيهم، وهي تتصدق من نصيبها فقط إن أرادت. وهذا سؤال ذكره بعض الإخوان، قال رأيت شقا في ثوب الإمام يظهر منه الفخذ أو جزء من العورة بشكل دائم في الصلاة، وأنا في الصلاة فماذا أفعل؟ ما يستطيع يتكلم في الصلاة، يقول غطي عورتك مثلا، ولا يستطيع يكمل وهو يعلم أن إمامه قد فقد شرطا من شروط الصلاة وهو ستر العورة، فماذا يفعل؟ سألت الشيخ حفظه الله فقال إن كان لا يمكنه التقدم لستره يقطع الصلاة وينبه الإمام، إن كان لا يمكنه التقدم لستره مثل طرح شيء عليه فيقطع الصلاة وينبه الإمام. وهذا سؤال أيضا، تسأل إحدى النساء ما حكم تطويل أحد الأظافر لاستخدامه في الأشياء الدقيقة؟ بعض الناس يطولون أظفر مثلا إيش؟ هذه الإصبع وش اسمها؟ الخنصر. فهم مثلا يطيلون أصبع الظفر هذا، يقول أستخدمه في إخراج الأشياء الدقيقة، فما هو الحكم؟ فسألت عن هذا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله فأجاب إذا زاد عن 40 يوما وجب قصه، إذا زاد عن 40 يوما وجب قصه، لأن الحديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للصحابة في الأظفار وشعر العانة والإبط 40 يوما لا يزيدون عليها. وبناء على ذلك، بناء على هذا الحديث، لا يجوز للإنسان أن يبقي أظفاره أكثر من 40 يوم بدون قصها، ولا يجوز له أن يترك شعر العانة أكثر من 40 يوم بدون حلقه أو قصه، وكذا شعر الإبط أكثر شيء 40 يوم، أكثر من ذلك لا يجوز أن يتركه، والمستحب له أن يأخذه كلما دعت الحاجة إلى أخذه، لأن الناس يتفاوتون، فمن الناس أظفارهم تطول بسرعة، ومن الناس شعورهم تنمو بسرعة، ومن الناس شعورهم تنمو تدريجيا أو بشكل منخفض، فلذلك يأخذ الإنسان منها كلما دعت الحاجة إلى الأخذ، ولا يزيد عن 40 يوم في جميع الحالات. هذا سؤال الظاهر أن وقته قد فات، لكن يقول ما حكم شراء الحبحب على السكين؟ طيب الآن الظاهر ما في حبحب في الشتاء، لكن يمكن في أشياء أخرى. فأجابنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وكذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذا السؤال بأنه جائز ولا بأس به. ماذا يقول له؟ أشتري منك على السكين الكيلو بريالين مثلا أو 3 ريال، هذا بيع صحيح ولا بأس به. هذا سؤال يقول، أو هذه مشكلة أو شكوى، يقول هناك عدد كبير من المستقيمين والمستقيمات الملتزمين بشرع الله والملتزمات، ولكننا إذا دققنا في أحوالهم لوجدنا أن هؤلاء الإخوة والأخوات يعيشون الإسلام عيشة سطحية، فهم يلتزمون في الظاهر مثلا باللحية وتقصير الثوب والمرأة بالحجاب، ولا يستمعون الأغاني ولا يشاهدون المسلسلات، ولا يكذبون ولا يسرقون ولا يقعون في الفواحش، هذه صورة الالتزام. ونجد أيضا في نفس الوقت أن هؤلاء النوعيات ليس لهم أثر في الواقع كبير، بسبب أنهم لا يحملون التصورات والمفاهيم الإسلامية، يعني أن هذا الشخص فقط اللحية والثوب أو الحجاب ما يقترف المنكرات ويفعل الواجبات، صلاة في المسجد في أوقاتها،
لكن ليس وراء ذلك شيء آخر. فيقول السؤال: ما هي التصورات التي من المهم أن يكتسبها كل شخص مستقيم على شرع الله، بالإضافة إلى التزامه في المظهر طبعا، وعدم مقارفة المنكرات أو المعاصي والمحرمات مع فعل الواجبات؟ ما هي التصورات المهمة أن المسلم يتشربها؟ فنقول: إليكم 47 تصورا من التصورات المهم أن يكسبها الشخص المسلم، سواء بالقراءة أو بسماع الأشرطة أو بأن يتربى مع إخوانه عليها، وهذا أهم شيء أن يحدث، التربية الجماعية على التصورات والمفاهيم الإسلامية. أولا، مفهوم خيرية هذه الأمة. ليش هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس؟ لكي يعتز بالانتساب لها. الثاني، مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حكمه، وسائله، ضوابطه. الثالث، أضرار المعاصي. الرابع، مداخل الشيطان وخصوصا على الصالحين والحيل النفسية. الخامس، صور الانحراف في الحياة العامة، أو ما يمكن أن نعبر عنه صور الانحراف في الحياة العامة، أو ما يمكن أن نعبر عنه بنقد الواقع على ضوء الإسلام، وهذا عمل مهم جدا، نقد الواقع على ضوء الإسلام. لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وحذيفة كان يسأل عن الشر حتى لا يقع فيه. سادسا، أننا مكلفون بجميع نصوص الشريعة. سابعا، مفهوم التعاون على البر والتقوى، صوره وأشكاله. ثامنا، مفهوم المسؤولية، كيف ننشئها وما هي أهميتها. تاسعا، مفهوم البذل والتضحية والعطاء. عاشرا، مفهوم الأخوة الإسلامية، معناها، حقوقها، آدابها، الانحراف والغلو الذي قد يحدث فيها. الحادي عشر، مفهوم العزلة الشعورية عن أهل المنكر ونحن نعيش بينهم، وهذا مهم حتى يحافظ الإنسان على التزامه وهو يدعو إلى الله وسط أهل المنكرات. الثاني عشر، الآثار التربوية لتوحيد الأسماء والصفات. الثالث عشر، فوائد دراسة التاريخ الإسلامي. الرابع عشر، مفهوم الوقت وأهميته وكيف نستغله. الخامس عشر، مفهوم الإيجابية وخطورة السلبية. السادس عشر، مفهوم سد الثغرة. السابع عشر، جنسية المسلم عقيدته، جنسية المسلم عقيدته. الثامن عشر، المنافقون خطورتهم وأساليبهم. التاسع عشر، تميز المسلم عن الكفار وأهل الفسق. العشرون، المستقبل لهذا الدين. الحادي والعشرون، مفهوم الجماعية وأهميته في تحقيق الإسلام في الواقع. الثاني والعشرون، وجوب مفاصلة أهل الكفر والبدع والمنكرات. الثالث والعشرون، العبادات الفردية ووسائل تقوية الصلة بالله. الرابع والعشرون، مفهوم لا إله إلا الله ومعنى الشهادتين. الخامس والعشرون، مفهوم العبادة الواسع واحتساب الأجر في جميع الأفعال. السادس والعشرون، الأخلاق الإسلامية وكيفية اكتسابها. السابع والعشرون، أهمية الصحبة الصالحة وأضرار رفقة السوء. الثامن والعشرون، مفهوم الابتلاء العام وأن الله خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا وما هي شروط العمل الصالح. التاسع والعشرون، الصبر على المحن والفتن في الدين. الثلاثون، أهمية العلم الشرعي، فضله، وسائل اكتسابه، المنهج والمزالق. الحادي والثلاثون، الولاء والبراء. الثاني والثلاثون، أهمية الدعوة إلى الله، حكمها ووسائلها. الثاني والثلاثون أو الثالث والثلاثون، عدم الانتباه من تحول العبادات إلى عادات، وكيف نحافظ على أثر العبادات ونمنع تحول عباداتنا إلى عادات ليس لها أثر. الرابع والثلاثون، مفهوم القدوة، أهميتها والاستفادة منها. الخامس والثلاثون، الاستشارة وعدم الفوضى. السادس والثلاثون، الجدية في الالتزام بهذا الدين. السابع والثلاثون،
تنقية الالتزام وأهمية أن يخلع المسلم على عتبة الإسلام جميع أردية الجاهلية. 38 اقتضاء العلم العمل. 39 أعمال القلب، المراقبة، الإخلاص، الصبر، الخوف، الرجاء، المحبة إلى آخره. 40 مفهوم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 41 الأولويات وتقديم الأهم والواجبات أكثر من الأوقات. 42 الدقة والتثبت. 43 منهج التلقي وتقديم قول الله ورسوله على قول كل أحد والالتزام بالدليل وعدم التعصب. 45 الالتزام بالسنة. 46 دراسة مبسطة عن أسباب اختلاف العلماء حتى لا يتذبذب الشخص ويقول ما بالهم مختلفوا وماذا نفعل ونحن متحيرون ومضطربون. 47 أهمية الوعي بالواقع والانتباه لمواجهة كيد أعداء الإسلام. ومن الأمور المهمة في طرح هذه المفهومات والتصورات حسن عرضها وعدم تكديسها وأهمية تطبيقها في الواقع، أهمية تطبيقها في الواقع. وكل مفهوم من هذه المفهومات يحتاج إلى درس لشرحه أو أكثر، ونحن أجملناها هنا وهناك غيرها، وهذا على سبيل المثال حتى نعلم أيها الإخوة أن الاستقامة على شرع الله والالتزام ليست مسألة سهلة وليست قضية مظاهر، وحتى نعلم أيضا لماذا يوجد هناك كثير من الإخوان الملتزمين بشرع الله ليس لهم أثر في الواقع. ليش ليس لهم أثر في الواقع؟ لماذا؟ لأنه فارغ من التصورات الإسلامية، ليس عنده ما يعطيه لغيره. لو جلس مع واحد قال يا أخي لا تسمع أغاني، لا تنظر إلى المحرمات، صلي في المسجد، أشياء لابد من اللحية، طيب أشياء معينة فقط محدودة، فلا تجد الناس يتأثرون به ولا تجده هو له وزن في الواقع. ما الذي يعطيك الوزن في الواقع وما الذي يعطيك الأثر في الواقع؟ إن هي إلا التطبيق العملي للتصورات الإسلامية، وهذا ما يفيد أهمية معرفة هذه التصورات بأدلتها وواقعها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمون والانطلاق لتطبيقها في الواقع. وإلا تصبح شخص فارغ هامشي ليس لك دور وتأثير. يقول السؤال: رجل اشترى سيارة بالأقساط ولا يزال عليه أقساط منها، هل يجوز أن يبيعها لشخص آخر بمبلغ معين على أن يكمل الشخص الآخر الأقساط للشركة؟ زيد اشترى سيارة ب50,000 ريال بالأقساط، كل شهر يدفع كذا، هل يجوز أن يبيعها إلى عمرو من الناس مثلا ب20,000 ريال نقدا بعد ما استعملها فترة، يبيعها ب20,000 ريال نقدا على أن يتكفل الشخص الثاني الذي هو عمرو في هذه الصورة بتسديد باقي الأقساط على الشركة؟ فكان جواب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على هذا السؤال: لا بأس بذلك إذا كانت الأقساط الباقية معلومة، يعني الشيء اللي بيسدده الشخص الثاني للشركة معلوم كم هو ويلتزم بتسديده. وهذا سؤال جاءنا من كثير من النساء في حكم لبس الثوب الأبيض في الأعراس للعروس، ما حكمه؟ فسألت عنه كلا من الشيخ محمد بن ناصر الدين، محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، فقال: أفتي بأنه لا بأس به إذا لم يكن أمام غير المحارم ولا يشف عما لا يجوز للمحارم أن ينظروا إليه، ويدخل في ذلك طبعا عموم النساء لأن المرأة لها عورة أمام أختها، أقصد من أمام أختها المرأة. وأجابني كذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن هذا السؤال: لا بأس لبس الثوب الأبيض في الأعراس للمرأة، لا بأس إذا لم يشبه ثياب الرجال ولا ثياب الكافرات. فسألته ما معنى لا يشبه لباس الكافرات، فقال: أي لا يكون من خصائص الكفار. فسألته: إذا كان تصميمه قد جاء من الكفار لكنه انتشر في بلاد المسلمين،
ولم يصبح خاصا بالكفار، فقال يزول حكم التشبه ويجوز لبسه. لكن طبعا لبس الثوب هذا ينبغي أن يكون خاليا من المحاذير الشرعية، مثل أن يكون ضيقا، مثلا يجسد منطقة العورة، مثلا أن يكون له ذيل طويل يسحب 3 أمتار ويرفعها ويحملها وراءها شخص أو أشخاص، فهذا طبعا من الكبر والاختيال. المرأة رخص لها شبر أو شبرين تسحب على الأرض حتى لو جاءت الريح لا تنكشف قدمها أو قدماها من أسفل الثوب، وإنما هذه السحبة الطويلة الموجودة في بعض تصميمات أثواب الأعراس فهي غير جائزة، لأن فيها الاختيال والكبر، أو هي الإسبال عند المرأة. الرجل يسبل إذا نزل عن الكعبين، والمرأة تسبل إذا زادت عن الشبر والشبرين وصارت تسحب بشكل طويل على الأرض، فهذا إسبال في حقها لا يجوز. وكذلك سألنا بعض الإخوان عن حكم بيع الأشرطة بالمسجد في المسجد بسعر التكلفة دون ربح، والثمن المتحصل يشترى به أشرطة جديدة تباع وهكذا. فكان جواب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على هذا السؤال لا يجوز ذلك، لا يجوز البيع في المسجد ولو كان بهذه الصفة. يمكن أن يوضع خارج المسجد ويباع، لكن داخل المسجد لا، ولو كان مشروع خيري. وأجابنا كذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن نفس السؤال بنفس الجواب، إلا أنه قال إذا كان يوجد مكتبة في المسجد وكان بابها من خارج المسجد ليس من داخل المسجد فإنه ربما يجوز البيع فيها، لكن إذا كانت المكتبة داخل المسجد وبابها في المسجد فإن حكم مسجد ولا يجوز البيع فيها. وهذا سؤال جاء من مندوب مشتريات أو مشتروات، يقول هذا إنسان موظف في شركة يذهب يشتري لهم قطع من السوق، فيذهب للشركة يقول أعطوني مثلا محول، يذهب للدكان يقول أعطيني محول، كم سعر المحول؟ مثلا 100 ريال. فيشتري المحول ويقول له لصاحب الدكان لابد تعطيني حلاوة، لابد تعطيني مال مبلغ لكي أشتري من عندك ولا أشتري من عند غيرك. يعني يقول له شوف ترى أنا بشتري المحول من عندك ولا من عند غيرك، هات الفاتورة، هذه 100 ريال للشركة، هات فاتورة 100 ريال باسم الشركة، لكن لازم تعطيني 10 ريال من عندك وإلا ترى روح اشتري من عند غيرك. فأعطيني 10 ريال من برة لبرة كما يقولون، وهذه 100 الشركة وهذه فاتورة باسم الشركة بال100 ريال، فما حكم هذا العمل؟ فيقول أجاب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله لا يجوز ذلك، وهو وكيل موظف في الشركة وهو يشتري على أساس أنه للشركة وليس له، فلا يجوز أن يأخذ شيء. ولو أخذ تخفيض فلمن يذهب التخفيض؟ ها؟ لمن يذهب التخفيض؟ للشركة ليس له هو. وهذا أمر متفشي جدا اليوم بين مأموري المشتروات أو المشتريات، فإنهم يذهبون للدكاكين ويشترون للشركة وهو موكل، إنسان مؤتمن الآن، أمين المفروض أن يكون، فيأخذ منهم يقول هات أتعاب أو هات لي نقود لأجل أني اشتريت من عندك والفاتورة باسم الشركة. طيب سؤال أنا أسألكم الآن، واحد صاحب بيت يحتاج مواد للبناء، ذهب إلى مكان بيع مواد للبناء فقال له كم تبيعني مثلا كذا حديد، فقال مثلا أبيعك 10,000 ريال. فقال طيب، الآن هو يشتري لنفسه هو صاحب البيت، قال أجل شوف أعطيني خصم ولا أشتري من عند غيرك،
فأخذ مثلا 9500، ما هو الحكم؟ ها؟ جائز، لأنه هو صاحب الشأن وهو يشتري لنفسه، ولذلك هو المستفيد، ولذلك فإذا أخذ التخفيض له لا بأس لأنه هو صاحب الشأن. طيب، هذا سؤال يقول، أو هذه أكثر من سؤال، هذه أسئلة كثيرة جدا في موضوع حكم العادة السرية أو التي نسميها العادة السيئة. يقول: أنا شاب في العشرين من عمري وقد هداني الله إلى الطريق المستقيم فالحمد لله على ذلك، وقد كنت من قبل أفعل هذه العادة السيئة، ثم من الله علي وتركتها، وفي هذه الإجازة الصيفية عدت إليها، وكلما تبت وجزمت بعدم العودة لم أقدر وعدت إليها ثانية، مع العلم أني عملت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيام، وحاولت الزواج ولم أستطع لظروفي. وهذا سؤال يقول أيضا: أمنيتي في هذه الحياة أن أتوب من عمل هذه العادة التي أصبحت مدمنا عليها، حتى أنني أتوب كثيرا وأعود إليها، مع أنني أعبد الله وأذكره وإن كنت مقصرا، والآن أريد الحل والطريق إلى التوبة النصوح التي ليس بعدها رجعة بأمثل السبل وأيسرها. وهذا سؤال يقول: كنت في جاهليتي أعمل فواحش، ولما رأيت أحد الذين كنت معهم في هذه الفاحشة وما زلت أرافقه حتى كاد أن يوقعني في هذا الذنب، فتركته وذهبت لأعمل هذه العادة، فما هو الحكم وكيف أتخلص منها؟ هذه أسئلة كثيرة جدا عن موضوع العادة السيئة، وهذه حقيقة مشكلة من المشاكل التي تحتاج إلى معالجة. واعلموا أيها الإخوة أن كل مشكلة لها علاجان: علاج علمي وعلاج عملي، كما سبق أن ذكرنا علاج علمي وعلاج عملي. فالعلاج العلمي أن تعرف حكم هذه المسألة، ثانيا أن تعرف الأضرار المترتبة عليها. فلو عرفت الحكم وعرفت الأضرار هذا جزء من الحل. ثم العلاجات العملية التي يمكن أن تتخذ. وأنا أجمل لكم أو لهؤلاء السائلين شيئا من هذين العلاجين. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كلام له عن حكم الاستمناء، طبعا بعد الكلام على قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، واستنباط الإمام الشافعي رحمه الله ومن تبعه من أهل العلم أنه لا يجوز استعمال هذه العادة، لأن الله أمر بحفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين، وهذا لم يحفظها لما وقع في هذه العادة. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك من أباح الاستمناء عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء أفضل، فقد روي عن ابن عباس أن نكاح الإماء خير منه وهو خير من الزنا. فإذا كان الصبر على نكاح الإماء أفضل، إذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل، الواحد الحر لا يصح أن يتزوج أمة إلا إذا عجز تماما. فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل، فعن الاستمناء بطريق الأولى أفضل. الصبر عن الاستمناء بطريق الأولى أفضل، إذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل، ونكاح الإماء خير من الاستمناء، فإذا الصبر عن الاستمناء إيش؟ أشد فضلا، لا سيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريمه مطلقا، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد، واختاره ابن عقيل في المفردات والمشهورة عنه، يعني أحمد، أنه محرم إلا إذا خشي العنف، والثالث أنه مكروه إلا إذا خشي العنف. فإذا كان الله قد قال في نكاح الإماء: وأن تصبروا خير لكم، ففيه أولى الصبر في هذا، وذلك يدل على أن الصبر عن كلاهما ممكن، لأن الله لا يأمر بالصبر عن شيء إلا إذا كان الصبر في طاقة إيش؟ البشر، ويستطيع أن يجاهدوا أنفسهم فيه. فإذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنه فذلك لتسهيل التكليف، كما قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفا وخلفا، سواء خشي العنة أو لم يخش ذلك. وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي العنة. والآن بعض الناس يقولون: ما هو العنة؟ لأن هذا مهم في معرفة حكم المسألة.
يقول شيخ الإسلام: لمن خشي العنف وهو الزنا واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع في ذلك. لأن بعض الناس يقول أنا خشيت العنف، هو جالس في بيته ما عنده أحد يقول أنا خشيت العنف. لا، المقصود واحد يخشى أن يقع في الفاحشة خشية حقيقية ويكون سبيل الوصول إليها سهل جدا، فهو يخشى على نفسه. هذا الذي رخص بعض أهل العلم له الاستمناء، فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته. وأما من فعل ذلك، يقول شيخ الإسلام، وأما من فعل ذلك تلذذا أو تذكرا أو عادة بأن يتذكر في حال استمنائه صورة كأنه يجامعها، فهذا كله حرام لا يقول به أحد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي، يقول: وأما من فعل ذلك، يعني الاستمناء، تلذذا أو تذكرا أو عادة بأن يتذكر في حال استمنائه صورة كأنه يجامعها، فهذا كله محرم لا يقول به أحد، لا أحمد ولا غيره، وقد أوجب فيه بعضهم الحد، والصبر عن هذا من الواجبات لا من المستحبات. انتهى كلام شيخ الإسلام، من كلام شيخ الإسلام في المجلد العاشر. ومن الأشياء المهمة جدا في علاج هذه القضية معالجة الأفكار والخواطر التي تطرأ في بال الإنسان. علاج الأفكار والخواطر مهم جدا في معالجة هذه المشكلة. كل عمل اختياري يقوم به الإنسان، كل عمل اختياري يقوم به الإنسان، هذا يأتي من الخواطر والأفكار. أي عمل الآن تعمله أول شيء يبدأ بالمرحلة الأولى، وهو خاطرة تأتي في الذهن، خاطرة تمر هكذا، خاطرة أن تعمل كذا يخطر في بالك. فإذا وقفت الخاطرة في الذهن وانشغل الذهن بها تتحول إلى فكرة، لأن الذهن الآن بدأ يفكر فيها، ما طردها مباشرة، بدأ يفكر فيها. ثم أن هذه الفكرة تتحول إلى تصور، تصور يعني تتصور المسألة الآن بشكل كامل في ذهنك، وهذا التصور يدعو ينشئ الإرادة، إرادة الفعل. وهذه الإرادة تتطور إلى عزيمة، وهي الرغبة المشددة في الشيء، وهذه العزيمة تؤدي للوقوع في الفعل. وإذا تكرر الوقوع في الفعل صار عادة. فالآن نريد من واحد منكم أن يلخص لنا هذه المراحل التي يتعرض لها الإنسان أي فعل يفعله، أي فعل يفعله، من الخاطرة إلى العادة، كيف يمر؟ أولا إيش؟ قولوا معي: أولا خاطرة، ثانيا فكرة، ثالثا تصور، رابعا إرادة، خامسا عزيمة، سادسا الفعل. فإذا تكرر صار عادة. كلما عالجت الموضوع في مراحله الابتدائية كلما كان أسهل في التخلص وعدم الوقوع في الفعل، وكلما استمريت في هذه الخطوات يكون الحل أصعب. ولذلك لابد الإنسان يعالج خواطره من البداية، فيحرص على أن لا يخطر بباله إلا الخير. وهذه الأعمال الحسنة التي نعملها هي عبارة عن لمة من الملك، والأعمال السيئة التي نعملها عبارة عن لمة من الشيطان، أصلا كانت من الشيطان. أي شيء خير تسويه دلك عليه الملك المرافق لك أو عزى به إليك، وأي عمل شر تفعله فإن الشيطان قد أوعز به إليك، كما ورد في الحديث الصحيح. فالآن يقول شيخ الإسلام، يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا جعل العبد فكره في ربه أنه مطلع عليه، ناظر إليه، عليم بخواطره وإراداته وهمه، فحينئذ يستحيي منه ويجله أن يطلع منه على عورة يكره أن يطلع عليها، أن يطلع عليها مخلوق مثله. الآن يقول، شوف القيم كلام مهم جدا، يقول: هذه الأفكار الرديئة في ذهنك، افرض أن شخص الآن يستطيع أن يقرأ أفكارك، كيف تشعر أمامه؟ ها؟ هذه الأفكار السيئة في ذهنك، انتبه معي، هذه الأفكار السيئة في ذهنك. افرض أن شخص بشر مثلك يستطيع أن يقرأ ما يدور بأفكارك من هذه الخواطر السيئة، ماذا تشعر أمامه؟
نعم بالخجل الشديد، صح ولا لا؟ فإذا علمت أن الله مطلع على أفكارك وخواطرك فكيف ينبغي أن يكون شعورك؟ هذا هو البداية، الحياء من الله عز وجل، هذه البداية. وبقدر هذه المنزلة يبعد العبد عن الأوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة. والخواطر والوساوس تؤدي إلى التفكير، فيأخذ الفكر في التذكر، فيأخذه التذكر إلى الإرادة، فتأخذه الإرادة إلى الجوارح والعمل. وقد خلق الله النفس شبيهة بالرحى، الدائرة التي لا تسكن. ما هو الرحى؟ ها؟ الطاحون الذي يطحنون فيه الحبل. النفس البشرية شبيهة بهذا الطاحون. يقول ابن القيم في تشبيه جميل: وهذه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه، فإن وضع فيها حبا طحنته، وإن وضع فيها حصى طحنته. فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملا وحصا وتبنا ونحوه، فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة عجينه. الله أكبر. ترى جماعة، هذه التفسيرات، هذه التحليلات النفسية لعلمائنا في غاية الأهمية. يقول الإنسان الآن حسب الخواطر اللي فيه، إن كان يغلب على ذهني خواطر الخير دائما إعازات الخير فهو على خير عظيم، وإن كان الغالب على فكره وخواطره أنها شر فهو حالة شر، حالة سيئة. ولذلك أنت تأمل حال بعض الناس، لو قلت له الآن بماذا تفكر، ما هي الأفكار أنت يوميا؟ هذا الذهن ترى الإنسان مسؤول عنه، عن الخواطر، عن هذا الفكر، عن هذا العقل. لو قلت لواحد الآن أنت يوميا بماذا تفكر، فبعض الناس يقول لك: أنا نفسي تراودني بالفاحشة وبالسرقة وبالرشوة، وأنا أفكر في الكذب، أنا أفكر في الشهوات، أنا أفكر في كذا. فيحصل أن عامة ما يفكر به من الخواطر هي أشياء سيئة، ولذلك هذا الرجل على شفا هلكة. وأحيانا تجد بعض الناس يفكر: كيف أدعو فلان من الناس، كيف أدخل إلى قلبه، يفكر في مسألة علمية، في حكم شرعي، يفكر في تربية نفسه، يفكر في أهله، في مشكلات أولاده. إذا كان هذا الذي يفكر فيه الإنسان من الخير والصلاح فإنه على خير عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: ودفع الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإلا أصبحت الخاطرة فكرا جوالا، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل، وتدارك ذاك أسهل من قطع العوائد وهي وقف العادات. وإياك أن تمكن الشيطان، هذه نصيحة ابن القيم، وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه. ومثل ذلك كمثل صاحب رحى يطحن فيها جيد الحبوب، فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحم وغثاء ليلقيه في الطاحون، فإن طرده استمر في طحن ما ينفع، وإن مكنه أفسد الحب وخرج الطحين فاسدا. هل فهم هذا المثال؟ يقول: إذا أنت الآن تفكر في أفكار جيدة وجاءتك فكرة خبيثة، إذا خليت الشيطان يلقيها في ذهنك وتفكر فيها صرت مثل صاحب اللي يطحن الحب. فجاء واحد أثناء الطحن، جاء الواحد بغثاء وبعر وفحم وطين وألقاه في الطاحون فيفسد عليه الحب. فاجتهد في دفع الخواطر. نعود الآن إلى المسألة. يقول الإنسان: كيف أتخلص من هذه العادة السيئة؟ واضح من كلمة عادة أنها وصلت لإيش؟ المرحلة الأخيرة. خلاص، هو السؤال ليس كيف أدفع خاطرة عمل هذه العادة، لا، السؤال كيف أتخلص من العادة السيئة. معناها أنها صارت عادة، صارت الآن في أسوأ مرحلة. فالآن تدارك الموضوع صعب، لكن لو قلت لك من البداية ابدأ، أول ما تجيك الخاطرة بعمل العادة تعوذ بالله من الشيطان وفكر بالأشياء النافعة، فإن غلبت نفسك الأمارة بالسوء وتحولت إلى فكرة فاجتهد في قراءة شيء تدفع به تلك الفكرة،
مثلا أو سماع شيء. وإذا صارت عزيمة أو إرادة فاخرج من المكان وامشي منه لتعمل عملا مفيدا كالتبكير للصلاة في المسجد أو زيارة أخ في الله أو حضور درس مفيد لتقطع على نفسك الوقوع. فإذا باشرت العمل وبدأت فيه فمراقبة الله تجعلك تقف ولا تستمر وتنزع منك وتنفك عن هذا العمل وتكوب لعمل آخر. فإذا وقعت فيه فتب إلى الله عز وجل. هذا ترى أهم علاج للعادة السيئة، تطور العلاج من مرحلة الخواطر إلى مرحلة العادة. هناك أشياء إيجابية يمكن فعلها وهناك أشياء سلبية لابد من الامتناع عنها لإكمال علاج هذه العادة. فمن الأشياء الإيجابية، أولا الزواج يجب أن تسعى إليه بكل وسيلة، ولو عجزت ماديا فقد أجاز أهل العلم لمن يخشى على نفسه الحرام ولا يجد مالا للزواج أن يأخذ من مال إيش؟ من مال إيش؟ الزكاة ليتزوج. واحد يخشى على نفسه الحرام ويجد عانة شديدا ما عنده مال ليتزوج، هل يجوز أن يأخذ من الزكاة؟ الجواب نعم يجوز أن يأخذ، والله تكفل بإعانة الناكح الذي يريد العفاف بأن يسهل له قضاء دينه. ثانيا الصيام، ولو واظب عليه الإنسان فلا بد أن ينكسر من شهوته شيء، لا بد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. ثالثا إشغال النفس بالعبادات، هذه الآن كلها من علاجات هذه العادة، إشغال النفس بالعبادات، فبدلا من أن تنفرد هكذا قم فصلي، اذهب إلى محاضرة أو درس أو حلقة علم. ولذلك شاب من السبع الذين يظلهم الله في ظله، واحد شاب إيش نشأ في طاعة الله. ليش قال شاب نشأ في طاعة الله؟ لأنه الشاب هذا الآن مقر الغريزة تكبر عنده جدا، كونه هذا جاهد نفسه وانشغل بالطاعات والعبادات يستحق أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. خامسا الانخراط في وسط الأخوة الإسلامية وتجنب العزلة، وهذا الوسط يحميك من الوقوع في أشياء كثيرة. ولذلك يخطئ جدا من يعتزل إخوانه في الله ويقول أبقى لوحدي وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذا ما كان في إخوة يذكروك يشغلوك بالطاعة تتواصل معهم بالحق والصبر ينصحوك إذا ضعف إيمانك كيف تعيش؟ سادسا أو سابعا الانهماك في الدعوة، الانهماك في الدعوة والعمل لله بحيث لا يصل الإنسان إلى فراشه إلا متعبا منهكا يجر أقدامه مما من التعب في طاعة الله. وكذلك يمكن أن يمارس هذا الشاب أشياء من الرياضات النافعة في مثل الرحلات المفيدة وغيرها، وهذا ما يؤكد أو يبين فائدة الرحلات للشاب المسلم. هذا قسم. القسم الآخر الامتناع عن السلبيات للتخلص من هذه العادة، مثل تجنب الوحدة في النوم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل لوحده، وفيها حكم لا تخفى ومنها الاستفادة من في علاج هذه المسألة. وكذلك معرفة أن تمثل صورة معينة في النفس حكمه حرام، فلو أنه تصور، لو واحد جاء وقال لك أنا أتصور شخصية معينة أو امرأة معينة أتخيل أني أفعل بها الفاحشة مثلا، ما هو الحكم؟ نقول لا يجوز، لأن تعيين شخصية معينة هو عمل يأثم عليه صاحبه. وكذلك غض البصر هذا غض البصر مهم جدا، لأن الذين ينظرون إلى صحف والمجلات وغلافات المجلات والمسلسلات والأفلام ويمشي في السوق وينظر للنساء، هذا الرجل سهل جدا إذا خلى بنفسه يكون عنده مخزون هائل من الصور التي رآها في المجلات والمسلسلات والشوارع والأسواق، يكون عنده مخزون كبير من الصور التي يستطيع أن يستحضرها لتساعده في العمل المحرم. فغض البصر مهم جدا في هذه
في هذا العلاج. وكذلك يشتكي بعض الناس الذين كان لهم ماض سيء، يقول إن الصور التي كنت أنظر إليها في الماضي لا زالت تراودني بين فترة وأخرى وتعاودني لكي تكون سببا في وقوعي في هذه العادة المحرمة. وهذه رسالة كنت قد كتبتها لشخص وجه لي سؤالا في هذا الموضوع، أقتطف لكم منها هذه العبارات. بعد السلام والتحية، فاعلم أنني أحببتك في الله لما لمسته في كلامك من الحرص على تقوى الله ورضاه واجتناب عصيانه وسخطه. واعلم أن في النفس ضعفا لا يسلم منه بشر، ولكن يتفاوت الناس فيه إلى منازل بحسب إيمانهم ودرجتهم في التقوى. واعتياد النفس معصية يوجب غضب الله ما لم تتب وتستغفر وتجاهد في ألا تعود، فإذا عادت بالرغم من المجاهدة مع استمرار المجاهدة فالرجاء من الله الغفور الرحيم أن تدخل هذه النفس في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يذنب فيتوب ويستغفر ثم يعود فيتوب ويستغفر ثم يعود فيتوب ويستغفر، فيقول الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يأخذ بالذنب يعني يخاف من الله، قد غفرت لعبدي. وهذا إذا ما استمرت التوبة بشروطها. وأحذرك يا أخي من اليأس والقنوط من رحمة الله، فإني أعرف أناسا أذنبوا فظلوا يخافون من الانتكاس حتى وقعوا فيه لأنهم يأسوا من رحمة الله وقطعوا الأمل به. كما أحذرك من مزلق شيطاني خطير، وهو أن يأتي إبليس إلى المسلم المذنب فيقول له: إنك وأنت على هذه المعصية وهذا الواقع السيء لا تستحق أن تخالط وتساير هؤلاء النفر الطيبين من الشباب المؤمن، لأنك لست في مستواهم ولا قريبا من منزلتهم. فلا يزال الشيطان بهذا الشاب حتى يبعده عن إخوانه، فيكون هذا هو بداية المنعطف الخطير الحقيقي. وأذكرك يا أخي بما قاله بعض أهل العلم من أن المسلم الذي يجاهد نفسه على شهواتها ويغالبها أفضل من الذي لا توجد في نفسه هذه الشهوات أصلا. وهذا أحد أوجه تفضيل صالحي البشر على الملائكة. وبعد الوصية بالزواج وإن لم يتمكن بالصيام وما سبق أن ذكرناه من هذه العلاجات، بالرغم من كل العلاجات المقترحة فإن ذلك لا يعني أن المشكلة لن تقع نهائيا. فإن حصل مع ذلك شيء فنعود إلى التذكير الأول بوجوب الاستغفار والتوبة بشروطها، ولو تكرر ذلك الذنب مرات في اليوم الواحد. وفي النهاية فلو فشلت فتمسك بأمرين: الأول تجديد التوبة بعد كل ذنب ولو تبت 10,000 مرة، والثاني الاستزادة من الأعمال الصالحة لتعويض النقص الحاصل بسبب هذه الذنوب. وختاما أرجو من الله أن يعينني وإياك على أنفسنا وأن يوفقنا لاجتناب الإثم والفواحش، والسلام. هذه خلاصة كلام حول علاج العادة السيئة، وأظن أن الوقت قد شارف على الانتهاء، ولذلك نختم بهذه الثلاثة أو الأربعة أسئلة. يقول السؤال: هل يجوز لزوجة الأب أن تحلق عانة الولد البالغ المعتوه، يعني فاقد مجنون؟ فسألت فضيلة الشيخ عبد العزيز باز حفظه الله عن هذا فقال: ما أعلم فيه شيء. الأصل يعني حتى الرجل يحرم عليه، لكن ما دامت الحاجة موجودة لأجل الحاجة يجوز لأجل الحاجة، طبعا بشرط عدم وجود فتنة أكيد لأجل الحاجة، هي أو حلاق آخر، وإذا كانت تعرفه فهي أولى به. وهذا سؤال يقول: جماعة لهم صندوق يضعون فيه أقساط ويشترون بعد فترة بالمال الموجود في الصندوق سيارة من الصندوق ويبيعونها على واحد منهم بربح، ثم يقتسمون الربح بما فيهم المشتري. فكان جواب الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: إذا كانوا يقتسمونه بنسبة حصصهم فلا أعلم مانعا ولو كان المشتري منهم. وهذا السؤال يقول: رجل فحص عند الطبيب هو وامرأته، وقال الطبيب إن الولد الرابع لهما يأتي مشوها، فهل يدع الرجل الزواج من تلك المرأة لهذا السبب؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز باز حفظه الله: لا يترك الزواج،
لا يمنع الزواج هذا، ولو قال الطبيب ذلك فليس الطبيب عالم غيب. وهذا سؤال يقول: هل تجوز التعزية إذا كان الميت كافرا؟ فأجاب الشيخ حفظه الله: نعم، يعزي أهله، يعزي أهل هذا الميت الكافر، لكن لا يدعو له ولا يستغفر له. يعني ممكن يقول واحد لهم مثلا اصبروا، أو مثلا يقول هذا نهاية كل حي، أو إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، لكن لا يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، لأنه لا يجوز الدعاء للكافر. وختاما سئل حفظه الله حكم قول صدق الله العظيم بعد التلاوة، فقال: ليس لها أصل وهي أقرب للبدعة. لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختم بصدق الله العظيم ولا الصحابة، فهي أقرب للبدعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته ويفقهنا في دينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحت لا تجد فرقا بينها وبين أعداء الله، فكل ما عند أعداء الله موجود بيننا، بل أصبحنا نسابق أعداء الله تعالى في السفالة والخلاعة والمجون. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية: حتى لو كان فيهم من أتى أمه لكان في أمتي من يفعل ذلك، لكان في أمتي من يفعل ذلك. وأما موازين الفوز في كتاب الله تعالى، فالمتأمل في لفظ الفوز يجد أن لفظ الفوز قد جاء في مواضع، منها أن ينجو العبد من عذاب الله عز وجل، وصدق الله العظيم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأي فوز أعظم من أن ينجو العبد من عذاب جهنم، والتي يصفها النبي عليه الصلاة والسلام في لونها فيقول: أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، فهي سوداء مظلمة في حرارتها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن ناركم هذه جزء من 70 جزء، أي أن نار الآخرة تفضل نار الدنيا 70 مرة. في عمقها خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما ومعه الأصحاب، فسمعوا وجبة، أي صوتا شديدا، قال: أتدون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 سنة، الآن استقر إلى قعرها، منذ 70 سنة الآن استقر إلى قعرها في سعتها، يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ في خزنتها عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في سياطهم ولهم مقامع من حديد. في طعامها ليس لهم طعام إلا من ضريع، قيل هو نبات مسموم، وقيل هي الحجارة. فأي فوز أعظم من أن ينجو العبد من عذاب الله عز وجل. جاء لفظ الفوز أيضا في كتاب الله، هو أن ينخلع العبد عن نفسه وماله لله تعالى. وصدق الله العظيم: الذين آمنوا وهاجوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. اعلم أن بين الله وبين أوليائه بيعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. فالمشتري هو الله، والبائع هو المؤمن، والسلعة هي الأنفس والأموال، والثمن هي الجنة، والطريق هو الجهاد في سبيل الله. بل يقول أبو هريرة رضي الله عنه: عجبت للطف الله بنا، هو الذي خلق الأنفس وهو الذي أعطانا الأموال ثم يأخذها ويعطينا الجنة، عجبت للطف الله بنا، أي أنك لا تقدم شيئا جديدا، إنما تعيد الأمانة إلى صاحبها. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. لقد دأبت إحدى الجرائد على تسمية جيف الروس بالشهداء، وعلى تسمية المجاهدين الأفغان بالمعارضة،
ونقول لهؤلاء ليسوا سواء، بل موتوا بغيظكم. أبو سفيان وبعد غزوة أحد وقد انكسر المسلمون، صعد على جبل مرتفع ونادى بأعلى صوته: أعل هبل، أعل هبل، عظموا هبل، يوم بيوم، أي يوم أحد بيوم بدر. فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا عمر فأجب. فقام عمر وصرخ بأعلى صوته: الله أعلى وأجل، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نعم، إن القتل واحد، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وترجون من الله ما لا يرجون. جاء لفظ الفوز في كتاب الله عز وجل هو بالصبر على أذى الطريق، ورب العزة في كتابه يضع لنا مشهدا من مشاهد الآخرة التي ينبغي أن نتأمل عندها كثيرا. فأعداء الله في النار وهم يسألون الله تعالى الرجوع إلى الدنيا حتى يصححوا أفعالهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، أنهم هم الفائزون. رب العزة سبحانه يعلمنا عما جرى لرسوله وحبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام فيقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك أي يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. المؤمن يستقبل الأذى سواء كان من أبناء الإسلام أو من أعدائهم. استقبال ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما وضع في سجن القلعة فقال: ماذا يريد أعدائي مني؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أي القرآن والسنة، وهي معي لا تفارقني، فسجني خلوة ونفري سياحة وقتلي شهادة، وقتلي شهادة. وأما موازين الخسران في كتاب الله تعالى فتجد أن لفظ الخسران جاء في مواضع، منها أن يدين العبد بغير دين الإسلام، ورب العزة يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأي خسران أعظم من أن يتوجه العبد في تعبده لغير الله عز وجل، أن يكون عبدا لبشر أو حيوان أو جماد، لبشر. وصدق الله العظيم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. عندما أراد الله تعالى أن ينفي الألوهية عن المسيح وأمه قال: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ومن يحتاج إلى الطعام يحتاج إلى الاستفراغ، يحتاج إلى أن يتعامل مع البول والغائط، ومن كان يتعامل مع البول والغائط فلا ينبغي أن يكون إلها. في غير الإسلام هناك من يعبد الحيوان، ورب العزة يعلمنا أن الحيوان إنما خلق لينتفع به في مأكل أو ركوب. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. أو هناك من يعبد جمادا حجرا من دون الله عز وجل، وفاقد الشيء لا يعطيه، ورب العزة يقول: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فأي دين أعظم من أن يتوجه العبد بوجهه
إلى إله قادر مقتدر خالق لكل شيء يقول للشيء كن فيكون. جاء لفظ الخسران أيضا في موضع آخر، هو أن يخف ميزان العبد يوم القيامة، ورب العزة يقول والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.